الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود تنفيذ المخطط العام للتنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء، بما في ذلك مشروعات استصلاح الأراضي الهادفة إلى زيادة رقعة الأراضي الزراعية في وسط وشمال سيناء وتعظيم المساحة العمرانية والإنتاجية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع مستشارة للتخطيط العمراني وعدد من المسؤولين. كما وجه الرئيس السيسي بالتنسيق والتكامل بين مختلف أجهزة الدولة لتدقيق قواعد البيانات الخاصة بكافة المشروعات التنموية في شبه جزيرة سيناء، بالنظر إلى أنها تمثل عنصرا أساسيا لتعظيم النتائج وتعزز من نشاط الدولة لمراجعة مستوى الخدمات المقدمة والارتقاء بها. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لتنمية سيناء، حيث تم عرض الموقف التنفيذي لاستصلاح الأراضي في شمال ووسط سيناء ومخصصات مياه الري ونسب ونوعيات المحاصيل الزراعية التي تم إنتاجها. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار صندوق تحيا مصر في تقديم مساهماته وتعزيز أنشطته وبرامجه في إطار الشراكة المتناغمة والمثمرة مع أجهزة الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص. جاء ذلك خلال اجتماع مع اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، حيث تناول الاجتماع استعراض نشاط صندوق تحيا مصر ومساهمته في دعم عملية التنمية وبرامج الحماية الاجتماعية، وذلك استنهاضا لقدرات الدولة الذاتية كإحدى أدوات التنمية ومواجهة التحديات المجتمعية، وكذلك في إطار استراتيجية الدولة لدعم وتلبية احتياجات الأسر الأولى بالرعاية ورفع مستوى أداء الخدمات المقدمة لهم. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إن الهجمات الروسية على الأهداف المدنية لا يمكن وقفها إلا إذا قدم شركاء كييف الغربيون الأسلحة اللازمة. وأضاف زيلنسكي في كلمة له عقب سلسلة من الهجمات الصاروخية الروسية على المدن الأوكرانية أن الموقف أو المطلوب لإيقاف هذه الهجمات هو الأسلحة الموجودة في مخازن شركاء بلاده والتي ينتظرها الجنود الأوكرانيون. وشدد الرئيس الأوكراني على أن العالم يعرف ما الذي يمكن أن يوقف الذين يزرعون الموت. قال حاكم منطقة دونيتسك بافلو كيرنيلكو إن القوات الأوكرانية تقاتل للاحتفاظ بالسيطرة على بلدة سوليدار الواقعة في دونيتسك بشرق أوكرانيا، وأضاف أن الموقف في البلدة صعب للغاية وأن القوات الروسية تتقدم من عدة جهات، مؤكدا أن الروس تكبدوا خسائر فادحة في الأرواح. وقال كيرنيلكو في مقطع فيديو إن سوليدار تحت سيطرة الجيش بلاده على الرغم من وجود حرب شوارع وقتال خارج المدينة. قال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان غالوتشينكو إن الأيام المقبلة ستكون صعبة على صعيد الطاقة بعد الهجوم الصاروخي المكثف والذي شنته روسيا على البنية التحتية الحيوية في عدة مناطق. وأضاف وزير الطاقة الأوكراني أنه تم قطع التيار الكهربائي بشكل طارئ عن غالبية المناطق وذلك بسبب القصف، مشيرا إلى أن البنية التحتية للطاقة في 6 مناطق أوكرانية تضررت بعد الهجمات. تظاهر الآلاف من المعلمين من جميع أنحاء البرتغال في لشبونة بعد أيام من تنفيذ إضراب جزئيا للمطالبة بتحسين ظروف العمل وزيادة رواتبهم، ويطالب المعلمون بأخذ ساعات عملهم الفعلية في الاعتبار وزيادة رواتبهم لمواكبة التضخم والذي بلغ 7.8% لعام 2022 في أعلى مستوياته منذ 30 عاما. يأتي الاحتجاج بعد سلسلة من الإضرابات الجزئية منذ بداية ديسمبر والتي أدت إلى إغلاق مؤقت لعدد من المدارس.
ويلتقي منتخب مصر الأول لكرة اليد في 7 مساء اليوم مع نظيره المغربي في ثاني مواجهاته ضمن منافسات المجموعة 7 ببطولة العالم والمقامة في بولندا والسويد، وتستمر حتى 29 يناير الجاري. ويطمح منتخب الفراعنة في تحقيق الفوز في اللقاء بعد اقتناص أول نقطتين في المجموعة على حساب كرواتيا بالفوز بنتيجة 31-22، ليتصدر بذلك المجموعة 7 وبفارق الأهداف عن الولايات المتحدة الأمريكية، والتي حققت هي الأخرى فوزا على المغرب بنتيجة 28-27. مشاهدينا، انتهى موجز 8، وعودة لاستكمال باقي فقرة صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.